أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل قيادي في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي بغارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وهو أقدم المستشارين بسوريا وفق وكالة التسنيم الإيرانية. الائتلاف الوطني يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع لها بتفعيل ملفات وآليات المحاسبة الدولية لكل مجرمي الحرب وعلى رأسهم الأسد ورموزه في المحاكم الوطنية وفي كل دولة. الدفاع المدني السوري يعلن مقتل رجل وزوجته وثلاثة من أطفاله وإصابة طفل آخر وهو الناجي الوحيد من العائلة إثر غارات جوية روسية استهدفت منزلا في مزرعة علاتة بالقرب من بلدة أرمناز غربية إدلب. مقتل الشاب مروان موسى المسالمة برصاص مسلحين مجهولين في درعا البلد، لترتفع عدد عمليات الاغتيال إلى 11 عملية طالت عناصر من قوات الأسد والفصائل المحلية وفق شبكة درعا 24. مقتل مسؤول مكتب العلاقات التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني علي الزبار وعنصرين آخرين من الجنسية العراقية كانا برفقته جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مدينة سبيخان بريف دير الزور الشرقي. الجيش اللبناني يعلن إنقاذ 54 سوريا بينهم نساء وأطفال كانوا على متن مركب انطلق بطريقة غير شرعية عبر البحر باتجاه قبرص وتقديم الإسعافات الأولية للناجين.